مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا بكم معنا في نشرة الاخبار الرئيسية من التلفزة الموريتانية. نبداها بالعناوين. رئيس الجمهورية يستعرض امام المشاركين في قمة الدوحة الاصلاحات التي عرفتها بلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية، ويدعون وراءه العرب الى توحيد الجهود لرفع التحديات التي تواجه الامة. انطلاق أشغال القمة العربية في دورتها 24 ومواضيع الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وتفعيل العمل العربي المشترك تتصدر جدول الأعمال. مواصلة لجهود بلادنا لإيواء واستقبال اللاجئين الماليين، قطع الداخلية واللامركزية يشرع في إرسال تجهيزات لفتح مكتب إحصاء في مخيمات برة بولاية الحوض الشرقي. مرحبا بكم. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العربية في دورتها 24 بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إلى جانب العديد من نظرائه قادة الدول. وتميزت الجلسة المسائية بخطاب لرئيس الجمهورية استعرض خلاله حصيلة الإنجازات التي حققتها بلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية ومواقف موريتانيا من مختلف القضايا المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية. وفيما يلي النص الكامل لهذا الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعبرين عن أصالة المجتمع القطري قيادة وشعبا. كما أتوجه بالشكر والتهنئة إلى فخامة الرئيس جلال طلباني على حسن أدائه خلال رئاسة العراق الشقيق لدورتنا السابقة، مع أحر تمنياتنا له بالشفاء العاجل. تلتئم القمة العربية في دورتها 24 في لحظة تاريخية حافلة بالتحديات التي يجب علينا مواجهتها مجتمعين. ويأتي على رأس تلك التحديات ضمان التنمية المستدامة، الشيء الذي يتطلب توفير الأمن والاستقرار ودعم الاستثمار المباشر وتطوير المنظومات التربوية والتعليمية في وطننا العربي، وذلك لمواكبة تطور المعرفة وتجدد التقنيات والعمل على توفير مناخ اقتصادي يحفز الاستثمارات الخاصة والعامة ويأخذ في حسبان ضرورة التنمية المستدامة. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، وعين منا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بهذا الترابط العضوي بين التنمية والأمن، فقد عملنا على حماية الاستقرار عن طريق التصدي المبكر للمجموعات الإرهابية وعصابات المهربين التي كانت تهدد حدودنا، وحذرنا جيراننا وشركائنا في الوقت المناسب من هذا الخطر الداهم. كما حرصنا على فتح فضاءات الحريات العامة فردية كانت أم جماعية لتتبوأ موريتانيا مواقع متقدمة إقليميا في مجالات عدة كحرية التعبير والتظاهر والصحافة. لقد جاء احتلال الشمال المالي نتيجة حتمية للتهاون في مواجهة خطر الإرهاب قبل أن يستفحل، ورغم الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذناها فإن حدودنا لم تكن لتغلق في وجه اللاجئين إخوة لنا وأشقاء يعانون ظروفا إنسانية صعبة. فتدفقت عشرات الآلاف الرجال والنساء والأطفال لتصبح بلادنا مأوى لأكبر عدد من النازحين الماليين. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، في المجال الاقتصادي تم تحديث المدونة الموريتانية للاستثمار
بهدف تشجيع الفاعلين الاقتصاديين من خلال تحفيزات ضريبية معتبرة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتم تعزيز ذلك بإنشاء المنطقة الحرة في نواذبو عاصمتنا الاقتصادية التي تحتل موقعا جغرافيا مميز يطل على أغنى المياه العالمية بالأسماك، وفي منطقة غنية بالمناجم منفتحة على القارة الأمريكية ومجاورة للحوض البحر الأبيض المتوسط وحلقة وصل بين الشمال إفريقيا وغربها. كل هذه المميزات تؤهل المنطقة الحرة في نواذبو لتكون قطبا اقتصاديا إقليميا يسهل التبادل المثمر بين الشمال والجنوب. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال مستمرة رغم المساعي العربية الجادة والمبادرات الدولية ذات الصلة. إن الأوضاع المأساوية التي يعيشها إخوتنا الفلسطينيون في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية المحتلة والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة تمثل تحديا إقليميا للمجتمع الدولي، وتحتم على الأمة العربية اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. ونحن نهنئ الشعب الفلسطيني الشقيق على حصوله على صفة دولة مراقبة في هيئة الأمم المتحدة. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، أود أن نطالب من هذا المنبر الموقر قادة الأمة وعقلائها وحكمائها بالتدخل السريع لوضع حد للدم في شقيقة سوريا. إن الحوار بين الفرقاء السياسيين السوريين يشكل أفضل مقاربة لوضع حد للاقتتال الداخلي وسفك الدم السوري الزكي، محافظة على تماسك المجتمع والكيان الوطني السوري الشقيق. وفي هذا المضمار أود التأكيد على دعم موريتانيا للمهمة الصعبة التي يقوم بها مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا السيد الأخضر الإبراهيمي. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن تعزيز العمل العربي المشترك عن طريق التكتلات الإقليمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو أحد الأهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها وتذليل الصعاب في سبيلها عن طريق ضمان حرية التنقل الأفراد وحركة البضائع ورؤوس الأموال بين الدول الفضاء الواحد. في هذا السياق تعمل الجمهورية الإسلامية الموريتانية جاهدة على تعزيز مسيرة اتحاد المغرب العربي من خلال تذليل المصاعب أمام بناء صرح مغاربي متماسك يقوم على اندماج اقتصادي فعال. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي في الختام أن أجدد الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وللقيادة والشعب القطريين، متمنيا لأعمال قمتنا موفور النجاح والتوفيق. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفاد موفدنا إلى الدوحة زميل الشيخ ناجي والسيد سالم بأن القمة العربية اختتمت عملها قبل قليل، وسنوافيكم بمضمون ختام القمة في نشرتنا القادمة بحول الله. هذا وبحثت قمة الدوحة التي التأمت تحت شعار الأمة العربية الوضع الراهن وآفاق المستقبل عدة ملفات تتصدرها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات جامعة الدول العربية. مزيد من التفاصيل مع بعثتنا المتواجدة بالعاصمة القطرية. تحت الشعار الأمة العربية الوضع الراهن وآفاق المستقبل، تحتضن العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة 24 لمؤتمر القمة العربية. يشارك في أعمال هذه الدورة 16 من قادة الدول العربية وممثلون سامون لبقية الدول. وتتصدر جدول أعمالها ثلاثة ملفات هي الأزمة السورية وما تستدعيه من تحرك لوقف نزيف الدم في هذا البلد،
والقضية الفلسطينية وما تتطلبه من جهود لوقف الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ملف إصلاح الجامعة وإعادة هيكلتها. وعلى المستوى الاقتصادي تسعى القمة 24 لجامعة الدول العربية إلى تفعيل آليات التكامل العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية. إن التحول التاريخي الذي تمر به أمتنا العربية حاليا يتطلب التعامل معه بفكر جديد وأساليب جديدة وبإرادة حقيقية للتغيير الذي يستلهم تطلعات الشعوب ويستجيب لطموحاتها المشروعة. وعلى أنظمة الحكم أن تدرك أنه لا بديل عن الإصلاح ولا مجال للقهر والكبت والاستبداد والفساد. وعندما أقول الإصلاح فأنني أعني الإصلاح المدروس المستند إلى رؤية وفكر وإرادة، وليس إصلاح الشعارات والوعود الزائفة. وبالإصلاح تستقر أنظمة الحكم، وبالإصلاح تطمئن الشعوب إلى حاضرها ومستقبلها، وبالإصلاح ترتفع معدلات الإنتاج والتنمية، ونوفر الحياة الكريمة الآمنة لدولنا وشعوبنا. وبالإصلاح نكسب احترام العالم ونصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيه. وتكتسي قمة الدوحة أهمية خاصة بالنظر إلى التغيرات والظرفية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، خاصة ما تشهده بعض دوله من عدم استقرار. يدرك القادة العرب الآن أكثر من أي وقت مضى أنهم مطالبون بالأفعال أكثر من الأقوال، ويدرك القادة كذلك حجم التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل ما يعرفه من تغيرات. فهل يخرجون بقرارات تلبي تطلعات الشعوب التي لم تعد مجرد مطالب وإنما باتت حتميات؟ شيخ ناجي والسيدي سالم، التلفزة الموريتانية، الدوحة. وكان رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز قد وصل صباح اليوم إلى الدوحة للمشاركة في دورة مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستمر يومي 26 و27 مارس الجاري. واستقبل رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر الشقيقة، بالإضافة إلى وزيرنا للشؤون الخارجية والتعاون وسفيري موريتانيا لدى دولة قطر والجامعة العربية. وفي الصالة الأميرية بمطار الدوحة الدولي أجرى رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز استراحة قصيرة بحث خلالها مع ولي العهد القطري العلاقات الثنائية والملفات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية. وقد أجرى رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز توقفا بتونس العاصمة وهو في طريقه إلى الدوحة، واستقبل السيد الرئيس من قبل وفد حكومي رفيع المستوى من جمهورية تونس الشقيقة وسفيرنا في تونس. ومن أجواء القمة العربية إلى حصيلة المؤتمر 15 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال الذي اختتم أعماله أمس في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. التقرير التالي يتناول أهم القرارات والتوصيات التي جاءت في البيان الختامي لهذه القمة. توجت أعمال المؤتمر 15 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال بإصدار بيان ختامي سمي إعلان واكشوط تضمن انتخاب رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز رئيسا دوريا للمنظمة، إضافة إلى المصادقة على العديد من القرارات والتوصيات المتعلقة بتفعيل مؤسسات وهياكل هذه المنظمة التي تضم في عضويتها إلى جانب بلادنا دول السنغال، مالي وغينيا. وقد تميزت الجلسة الختامية لقمة استثمار نهر السنغال بخطاب لرئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز الرئيس الدوري للمنظمة، أكد خلاله أن بلادنا ستسعى طيلة توليها قيادة هذه المنظمة إلى تفعيل وتطوير عملها لما يستجيب لتطلعات شعوب الدول الأعضاء في التكامل والاندماج والتنمية.
وباسم القادة المشاركين في قمة نواكشوط تحدث الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث عبر عن امتنانه لرئيس الجمهورية وللحكومة وشعب الموريتانيين على النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الخامس لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء لمنظمة استثمار نهر السنغال. وقد تضمن البيان الختامي لقمة نواكشوط إجازة جملة من القرارات، من بينها التكفل باستصلاح طريق لابي توكي دينغراي سيغيري وإنارة الجزء الغيني من حوض نهر السنغال وتمويل برنامج إعادة تأهيل وتمديد سد جاما والمنشآت الملحقة به وإقامة ورشة رسو الملاحية. كما تم تعيين رئيس جديد لمجلس وزراء المنظمة ومفوض سام ومفوض مساعد جديدين. وأصدر المؤتمر تعليماته إلى مجلس الوزراء لعقد دورة طارئة في أسرع وقت لإيجاد حلول لاكتتاب مشغلين لمنشآت مانانتالي وفيلو واتخاذ تدابير لازمة لضمان التوازن المالي لشركة تسيري واستقلال مانانتالي. ويرى المراقبون لمسار هذه المنظمة أن النتائج التي خرجت بها قمة نواكشوط شكلت انطلاقة جديدة تعززت بتولي بلادنا الرئاسة الدورية للمنظمة التي كان ميلادها في موريتانيا عام 1972. انطلقت مساء اليوم من مباني الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط 4 سيارات تحمل تجهيزات 4 مراكز لتقييد اللاجئين الماليين في مخيم برة، وذلك في إطار تقييد الأجانب الذي تقوم به السلطات العمومية. أشرف على انطلاق العملية وزير الداخلية واللامركزية بحضور الأمين العام للحكومة وممثلة المفوضية السامية للاجئين والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وعدد من مسؤولي قطاع الداخلية واللامركزية. في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقييد كل المواطنين الموريتانيين والمقيمين على أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية من الأجانب، يدخل إرسال هذه البعثات التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة المخصصة لتقييد اللاجئين الماليين بمخيم برة التابع لمقاطعة باسيكنو بولاية الحوض الشرقي. وقد باشرت وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إرسال هذه البعثات التي ستمكن من إنشاء 4 مراكز لتقييد النازحين الماليين بمخيم برة بوصفهم أجانب يقيمون على الأراضي الموريتانية. تدخل عملية تقييد اللاجئين الماليين بمخيم برة اللي تشرف عليها اليوم الوكالة الوطنية لتسيير السكان والوثائق المؤمنة باسم وزارة الداخلية ولا مركزية مع شريكنا المفوضية السامية للاجئين في إطار تقييد السكان اللي بدأت في الدولة الموريتانية منذ سنة ويشمل المواطنين الموريتانيين ويشمل المقيمين على التراب الوطني من الأجانب. وبدأت العملية في نواكشوط منذ شهور، والآن بعد تشاور دام عدة شهور مع المفوضية السامية للاجئين نعكف اليوم على إجراءات لازمة لتنفيذ تقييد اللاجئين الماليين مقيم من بره. المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين عبرت عن شكرها وامتنان هيئتها للجهود التي تقوم بها السلطات الموريتانية منذ نزوح اللاجئين الماليين إلى الأراضي الموريتانية وما قدمت السلطات من دعم لهؤلاء، خاصة فيما يتعلق بالإيواء وتوفير الأمن. المفوضية السامية تعبر عن شكرها للسلطات الموريتانية على هذه المبادرة التي تعزز ضمان حقوق اللاجئين وتسهل الاستجابة الإنسانية لوضعيتهم، وتنتهز للمفوضية السامية هذه الفرصة لتحيي الجهود الإنسانية التي تقوم بها السلطات الموريتانية منذ يناير 2012 لمساعدة اللاجئين الماليين وتسهيل الدعم التي تقوم به المنظمات الإنسانية. وتؤكد إحصائيات المفوضية السامية للاجئين أن أكثر من 75,000 لاجئ مالي يقيمون في مخيم برة، وتوفر لهم السلطات الموريتانية الإيواء والأمن، وتقدم لهم المنظمات الإنسانية الغذاء والدواء والتعليم.
بدأت صباح اليوم بنواكشوط أشغال يوم تفكيري حول منزلة المرأة في الإسلام ينظمه اتحاد الإعلاميات في موريتانيا، وتهدف هذه التظاهرة إلى تغيير الصورات النمطية السلبية للمرأة في الإعلام وشرح المكانة السامية لها في الإسلام. منزلة المرأة في الإسلام لمواجهة الصورة النمطية السلبية، تحت هذا العنوان نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة يوما تفكيريا تميز بمواضيع تناولت إضافة إلى الموضوع الرئيسي المرأة الموريتانية تنوع وعطاء، المرأة في الإعلام الواقع والآفاق. ويسعى اتحاد إعلاميات موريتانيا من خلال هذا اللقاء التفكيري إلى إبراز دور المرأة في المجالات الثقافية والإعلامية والأدبية والنهوض بها إلى مكانتها العلمية اللائقة. لا شك أن تحرير ساقات المرأة وإزالة العوائق الثقافية والاجتماعية أمام مشاركتها في البناء الوطني يشكل رافدا قويا لتطوير المجتمع وبناء الدولة. ومن هذا المنطلق يتعين على وسائل الإعلام أن تلعب دورها كاملا في تغيير الصورة النمطية السلبية حول المرأة. رئيسة اتحاد إعلاميات موريتانيا أكدت أن الاتحاد يسعى من خلال تنظيم هذه الأنشطة العلمية إلى إعطاء صورة إيجابية عن المرأة الإعلامية. يمثل موضوع مشاركة المرأة ودعم دورها الاجتماعي والاقتصادي مكانة هامة لبلوغ الأهداف الألفية الإنمائية، ولا يقتصر الموضوع على هدف معين بل هو مرتبط فعليا وجوهريا بجميع الأهداف الأخرى، وخاصة عند تحديد مؤشرات نجاحها ووضع الآليات والخطط العلمية لتنفيذها والتأثير على السياسات الوطنية المؤدية إلى استدامتها. ولم يقتصر اتحاد إعلاميات موريتانيا على تنظيم اللقاءات الفكرية والدورات التكوينية لصالح الإعلاميات، بل سعى إلى تكريم الرائدات في مختلف المجالات السياسية والإعلامية والفكرية من خلال منحهن شهادات تقديرية. وفي المجال